آلاف الأجراء والموظفين اللبنانيين يقبضون سنوياً تعويض نهاية الخدمة، تعويض يفترض أن يكون سنداً لهم عند بلوغهم السن القانونية للعمل، لكن القسم الأكبر من هؤلاء الأجراء لا يعرفون كيف أو على أي أساس يحتسب هذا التعويض. التعويض عبارة عن الراتب الأخير مع ملحقات ومضروب بعدد سنوات الخدمة. أكثر من المؤسسة بنشوف مجموع سنوات الخدمة بالمؤسسات السابقة الاشتراكات المدفوعة عنه أو المتوجبة مع فوائدها زائد الراتب الأخير مضروب بعدد سنوات الخدمة بآخر مؤسسة. أما في حال تخلف الشركة عن دفع مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن الموظف لن يكون هو الضحية، هذا ما يطمئن به أكرم الأمين كل الأجراء. صندوق الضمان هو المسؤول عن التعويضات، هو اللي بيدفع التعويضات للمضمونين، ما دخل المؤسسة اللي كانوا يشتغلوا فيها. الضمان مسؤول عن دفع تعويضاته، المؤسسة موضوع دفعت التسويات أو ما دفعتها هي موضوع علاقتها مع الضمان. صندوق نهاية الخدمة مليء بالليرات اللبنانية، وكل الشائعات التي تطاله بين فترة وأخرى وتثير الذعر بين الموظفين لا أساس لها من الصحة. صندوق التعويض نهاية الخدمة وضعه سليم جدا ووضعه المالي ممتاز، وعندنا في عندنا سيولة، يعني ما حدا يخاف بالنسبة لتعويض نهاية الخدمة انه احداث او اوضاع او في بعض الناس بيشيعوا وضع الصندوق نهاية الخدمة وضعه سليم جدا ومليء. اذا كل موظف يرغب بسحب تعويض نهاية الخدمة سيحصل على امواله في فترة اقصاها 3 أشهر، هي ربما سابقة تبعث على التفاؤل في الدوائر الحكومية المهترئة.